السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة اطباق الحاجة فاطمة اللي غتخدم لنا الحلوة الفيلالية بناء على طلب العديد من الاخوات بكل تفاصيلها. تابعوني باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. ماما السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو غتصوبي لنا هذا النهار؟ دابا غنصوب حلوة درغيفة اللي طالبينها ليها الناس بزاف، اللي هي حلوة الفيلالية. هاد الحلوة، هاد الحلوة الفيلالية كتكون في فاس وفي مراكش، حتى في مراكش، وتنحطوها مور زمان كانوا كيحطوها الناس مور معروفة في فاس، كتباع في المدينة القديمة كيصوبوها. زمان بسم الله. راه دابا عندي هنايا شوية النافع، شوية الملحة، عندي نص كاس الزبدة، عندي نص كاس الزيت صغار، وعندي هنايا واحد 4 معالق الجنجلة مطحونين، وهاد الشيء تزيين. عندي العسل واللوز والجنجلان ما مطحونش، هو محمر وصافي. شحال الكميه ديال هاد المطحونه ماما؟ هاد الكميه هذا غادي نقولك شحال يكون فيه، يعني هما كيديروا غير عين الميزانيه، ولكن ضروري نقولك القياس. 50 غرام 50 غرام؟ لا اكثر اكثر. شي 80 غرام 80 غرام 80 غرام ديال الجنجلان. والدقيق شحال ماما؟ نص كيلو. نص كيلو، نص كيلو الفرس. والمدافي؟ المدافي دابا غادي ندير، هي ماشي بحال، هي تقريبا بحال الشباكيه، وهي ماشي بحال، ناقصه الخميره والخل، وناقصه شي حوايج اللي ما خصهاش تكون بحال الشباكيه، ولكن تقريبا بحال الشباكيه يعني تقريبا. يعني هي الخل والخميره ما كيكونوش فيها. بسم الله. انا غادي ندير هاد الجنجلان اللي هو محمر ومطحون، الخل ما خصوش غير يكون مطحون بزاف. وغادي ندير هاد اللي بغى يخلي الحرشه ماما يخليه ياك. ماشي مشكل، ما تطحنش مزيان. هادي الزيت، الزبده هي اللي ما غنديرهاش كلها، نخلي منها نص كاس، نخلي شي شويش، غنديروش كله. غديري 4 كاس ونحتفظوا بربع الاخر. هذا النافع طبعا، ندير شويه دابا شويه من بعد. بسم الله. دابا غادي نخلط هاد الشيء. هاد الوصفة كانت كديرها على اللايا كماما؟ كنت كتصوبها حماتي، تعلمت منها. دابا دينا كنصوبها راسي، كنا كنصوبوها كنصوبو بزاف، تنديروها في الافراح. دابا بقى حتى تعطيك ديك الحلاوة بزاف، مبقاش كيديروها في عاد الديسير، عاد يحطو الديسير سيحطو هادي من مور الماكلة في الافراح، مع زبدة بلدية من فوق وكيزوقوها. تزوق كتكون عزبة. دابا مبقاش داك الشيء، ولينا دابا تنحطوها صافي هكا في الاعياد. دابا ان شاء الله نصوبها في العيد، غنحطها في العيد ديال اللي غيجيو عندي ونساوي وداك الشيء. صافي قلت نصوبها ونوريكم نيت كيفاش كتصوب. كنت كنشوفها في المناسبات. شحال هادي، شحال من مناسبة دوزتها، شحال هادي درتها من مرة عند العائلة وداك الشيء، كانوا كيديروها وكيزوقوها وكيديروا فوق منها زبدة بلدية. المهم تقليدية قديمة، تقليدية قديمة مازالت كاينة، ولكن مبقاش نطلبها بزاف، حيت دابا مع الناس كلهم دابا السكر كلشي فيه، كلشي مريض، مبقاش الناس يستعملوها بزاف. يعني كاع اللي دارها كياخد غير واحد الكمية قليلة فقط، بحال الشباكية. ما خصهاش تكون جارية، العجينة شوية تكون قاسحة. نعاود العجينة حتى هي بحال الشباكية ماما؟ الشباكية، غادي نوريك بحال الشباكية. اللي بغا يضيف ماما بزاف د الحوايج بحال البسكه الحره وحوايج اخرين، البسكه الحره انا غنزيدها دابا منين غادي نجي نحمرها، نزيد شويه البسكه الحره والزعفران اللي مثلا ما درتوش، ما بقيناش نستعملوا هذاك الزعفران الاصفر ديك ملوين، هو اللي ناقص دابا، ولكن ما بقيناش كنستعملوا داك الشيء. معليش نخليوها طبيعيه. نخليوها طبيعيه احسن. ما كاينش البنات اللي غيعجنوا لينا، عجنوا على راسي. معليش انا غادي نحبس ونعجن ليك. هي كديرها قاصحة بحال الشباكية. قاصحة. ايوا دابا نكسها، غنديرها كريسات بحال هكا. بحال هكا باش نصلحها بالدلاك ونقليها في الزيت. بحال رغيفات. كيقول انا ديما كنت كنعقل على حماتي كتقول لها الحلوه ديال الرغيفه، وهي معروفه بالحلوه الفيلاليه اللي تمراتش. ونزيد على هكا حتى كنكملوا هذه الكميه كلها.
صافي كتصرح بالدلاك حتى كترتاح شويه الغدا بالميل كترتاح كنعاود نقليها في الزيت غير ما كتشبكش كتصرحي بحال تصرحي بحال الرغيفه اللي كتسمى بحال هاد الرغيفه وكندقوها باش تدق مزيان ولا انا دابا غنفضل نطحنها في الروبو باش تجي ساهله وزمان كانوا كيدقوها انا دابا نطحنها في الروبو نوريكم كيفاش ونحمرها ونبداو نجيبها شي شويه في المقلة مع هذا الشيء مع الزبده البلديه في الوسط اييه المهم كما كنا كنديروا لها التقديم شحال هذه فاس ياك بحال هكا كنا كنحطوها زمان في فاس كنحطوها مور الماكله مور البسطيله والشوا داك الشيء كتحط هي الثانيه كاع من بعد ولا كيديروا البريوات كيديروا في وسط منهم حتى حتى هي الزبده هي نيت كتزوق بالبريوات ياك ماما اه نزوقها بالبريوات انا ما تنخلي ما ندير فيها ما تندير فيها كنزوقها بالبريوات زوق اختياري اللي عندك موجود كتزوقي به هو دابا ملي ولاو الناس فيهم قوت الناس فيهم السكر صح ما بقاش كنبلاش نستعملها بزاف كنصوبها غير في رمضان شعبان ملي كيقرب رمضان تنحطها انا بحال الشباك اللي مابقاش كنصوبها في طول العام ملي كيقرب رمضان صافي دابا تخلي هذيك العجينه ترتاح ياك ماما ترتاح صافي نبقى نسرحها ونقليها نرجعو من بعد ما ترتاح آه. مالكم كتضحكوا عرفتي الناس قالك لي لا يخطي هذيك الجماعه هذوك الثلاثي واحد منهم نجوى تضحك يدعو معاك انا لا يخطي كيفاش كتبين في الحلقه كتبين نجوى كنحنا كدير الاخراج وكدير المونتاج وشنو الثالثه ثلاثه الحوايج قالوها معاك وشنو كنصور اه التصوير التصوير وحلقاتي اللي ما كيشوفوهمش اللي كانوا شحال هادي يلا ماما انا دابا غادي نسرحها دابا ارتحتي ياك اه ارتحت دابا هانتي شتي هكا الروب بسم الله هاتي كنحلوها حتى كترتاح مزيان حتى نبداو نسرحوها بحال هكا هادي طريقتها مختلفة على الشباك هي ما كتشبكش لا ما كتشبكش حيت كت ملي كطيب كنفرسوها كنطحنوها ما تبقاش يعني كتطحن في الاخير دابا المقلة داك المقلة كتسخن الزيت الزيت كتسخن في المقلة باش نسرحها هكا ونمشي ليها ان شاء الله هاد الحلوه معروفه من زمان تيصوبوها الناس انا كيعجبني صوبها راه هي نفس العجينه تشبك هي الحاجه ما كديريش غير الخل والخميره انا ما بغيتش ندير الزعفران حيت هذاك لا احسن داك الخرقوم يجي صفر لا داك الملون بس ماشي صحي بصح بس انا كلش ما تنبغيش نديرو في لا لا الملون ما زوينش زمان كنا كنديرو مازال ما عرفناش شنو الا بغيتي ما اللي بغى يستعمل داك الكركم اللي كيتسمى الخرقوم البندي عرفتي غير يعطيها شي نسمه ما تعجبكش هو فيه شويه ديال واحد المذاق انت دابا هذه غنمشي نقليها هيا حاجه غتبقى تسرح لي وانا غنمشي نقلي شي سير واخ سير سيري ماما كتقلي دابا انت هذيك اللي في الزيت قبيله سرحتها انا غنديرها دابا طيب كتنفخ اه كتنفخ كتصوبيها بيدك حيت ملي كنصوبوها حنا راسنا تنديرو فيها شويه ديال كندير فيها الجنجلان تنديرو فيها ما ملي كتشريها ما راه كيديرو غير الطحين الزيت صافي ملي كتشرى انا قلبتها قلبتيها اه انا وليت حدا اخرى وقلت لك دابا هكا ملي كتصوبيها بيدك كتجي شي شغزاله حسن ملي كتشرى اه دابا تطيب هكا يا الشباكيه كنزوقوها كنقطعها زعما كنسميتو كنشبكوها وهادي كديرها غير هكا ومادام هادي مادام غادي تطحن غتطحن ماشي مشكل الا كانت غادي تصوب شحال مره كتسمك الا ما صدقات لك الشباكيه ما صدقات لكش يعني فتيتيه كيما بغيتيها غتقدر حتى تدقيها وديها طرديها فلاليه فلاليه تزيديها المسائل ديالها واحد شويه ديال اللوز شويه ديال المسكه الحمراء اييه وجدات حط فيها فلاس ليك واخا تهرس لا واخا تهرس حيت مازال غنهزها غنهزها ندير الاخرى
بها بحال هكا باش ما تبوظش ياك. دابا هكا كتجي فتيتيا، لا لا شريتيها كتجي شي شويه فيها واحد الحبيبات كيجيو قاصحين، ملي كتكون كتمضغي كيجيو شويه قاصحين كطروفه. دابا ماشي ضروري تقادي لها تكراس ولا هذا، حيت كلشي غادي حيت غادي تطفى من الاخر وغادي تدق او تطحن. اللي بغا يصفيها من العسل ماما؟ لا ما تصفيهاش، حيت هي بالعكس خصنا نزيدوها العسل، خصها تعلق بالعسل. المهم هادي في جميع الاحوال الناس كياخذوا معلقه ولا جوج ياك، على قبل الريجيم وعلى قبل الحلاوه. شنو قلت لك انا هذا دابا ما تصلحش غير الشهيوه ما على شحال من هذا الشهر اللي تقولي كتاكليها ساعه ساعه ما يمكنش الريجيم. ولا الناس اللي طلبوها بيضة هي صافي. دابا هي وجدات خاصها تقطر من الزيت مزيان هكا. اللي بغى يديرها في شي كنينكس ولا شي حاجه لا تجيش تطفى في العسل سخونه. انا دابا تندير لكم غير شويه باش تقدري تحكمي انا ما تحس بزاف ميمحنش باش ميمحنش الا بغيتي تصوبي غير في الدار هادشي كسالي. انا ملي كتصوبي كنصوبو بزاف كميه كبيره. ماما دابا نكملوا الكميه ياك ونرجع ان شاء الله من بعد ما نكمل ما نكملوا العجين كامل. ديال الدارشي كاين كاين طباغ غنعملوا لك ديال اللي شريت تبقى صحه خايبه. ها سي الجوا شتي كي يعني دابا هي بردات شتيها هي كلها بردات دابا اها فهمتي كيفاش وريتها للبنات كيفاش يصوبوها وريها لينا كي جات. ها هي جات مقرمله من داك الشرف فيها شتي، ولكن دابا راه خصها ضروري تهرس تهرس باش تولي فلالية. هذه الطريقة التقليدية، ولكن اللي بغا دابا يطحنها ياك. انا دابا غنهرسها وغنولي نطحنها في الروبو تماما. كانوا كيدوها بيد المهراج وشي، دابا انا غنطحنها غير في الروبو اللي كنصوب فيه البصلة. البنات كلاوها غير هكا، البنات عجبتهم غير هكا مقرملة. مي ما خصهاش تطحن بزاف، تطحن بزاف خصها تبقى مقرمشه شويه ما تنيلش. انا غادي نطحنها في الروبو اللي كنطحن فيه البصله ما تنيلش ماما ياك. لا باش غير مطلوبو صافي راه غير شوفو اللي كتكون كيت اللي كيهرمش لي كيهرمش الحاجه كيهرمش لي اللوز كنهرمش اصلا بعد الروبويات ما كينيلوش غير كيهرمشو. هاد هي دابا هادي كلها هكا غادي نجيبو الروبو لا عطيك الصحة ماما. الصحة راحة حاجة ديال الدار كتجي مزيانة بنتي زوينة. أنا كتعجبني نصوبها بيدي، كانت كتصوبها حماتي هي لي وراسها لي حماتي فاسية، ولكن كدهشي علاش كنصوبها لالا. دابا حتى تصويرتها الله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله تصويرتها باش بقى عندنا تصويرتها في الماء. تصويرتها اللي وراتني مسكنا شحال من حاجه دابا نحطها ان شاء الله. شديه فاس مرضيه. شتي كيفاش تبقى تدخل الرحمه ولا منوره مرضيه اللي تيوري الحاجه تبقى تدخل عليها الرحمه واخا تيموت. والله الشيء خصو الجهد، ولكن انا غادي نصبها في الروبو ان شاء الله باش تختز على نيت الوقت. انا كنحوس على ها وحده هذيك لا خلتي راه مطويلهش لا لا تما طويله يلا دابا غطحني. انا نطحنها في الروبو
ما نطحنش بزاف غير تهرمش. ها ما كطحني هي باقا غتعاوديها ياك؟ لا لا صافي ما نعاودهاش، غير نحن نزيد نديها ونجيبها فوق العافيه ونزيدها اللوز والزنجلان. هي اللوز والزنجلان ها هما المزهر والمزهر. لا ماما دابا غديرها في المقله. غديرها في المقله باش غنزيدها الزنجلان واللوز والنافع والمزهر. دابا غادي نزيدها الزنجلان، انا نوريك كيفاش. غادي نزيدها الزنجلان والمزهر والنافع. انا نزيدها هاد اللوز، شتي هذا اللوز. غادي نزيد شويه الزنجلان شويه الزنجلان محبوب ما مطحونش، وشويه ديال اللوز. غادي نزيد 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 مسكه الحره. هذه هذيك حتى هو ديك زيد مزال شاشيات الزهر. شاشيات الزهر عندي دابا نخلطو مزيان. اللي بغى يدير الزهر ما لا لا ما يجيش، تجي جاريه شويه غير مع هذه اللي كانت قاصحه. دابا غادي غادي نديها نسخن نسخنها شي شويه فوق العافيه. واقفين لا نشوفوا الطريقه. ماما دابا العافيه مجهده. شويه العافيه مجهده على ما تقاد على ما تغلى غير تسخن. لا غير لا تغلى باش هذاك داك العسل سخن تعقد شي شويش. انا نبقى نحركها دابا حتى تغلى شويه. انا نوريك كيفاش. دابا يلا نزلتيها تن تغلى شويه ونرجع ان شاء الله. نشفات شويه غلات. نشفات شويه حيت مع دابا العسل جاريه. خصها ضروري تغلى شي شويه باش تنشف باش شويه معلكه. كتبقى واقفه عليها حتى توجد ياك ماما دغيا. ماشي تقريبا شي نص ساعه كامله، شي ربع ساعه ملي ملي كتغلى ربع ساعه انت كتحركي بحال هكا باش تنشف داك العسل. صافي دابا غنخليها تبرد عاد نقدموها ان شاء الله. ان شاء الله تبرد. الريحه ديالها زوينه طالعه من داك الشرفيه. دابا ديال الدار غزاله. ان شاء الله نقدموها. صوبات باللوز والزنجلان كتعرفي كيفاش صوبتيها كتعرفي شنو ان شاء الله. دابا يا اللي خدام خصني نشوفك واخا داري صدري. ماما منطلقه بيك ولا بلا بيك هي كتكون. انا دابا يا تلحقي شوف الحاجه يا تلحقي ما تلحقيش. شوفي عند انا دابا صافي بالصين. يلا زيد باش نقدمها ان شاء الله. والله كتبدا بلا بيك ماشي مشكل. صوري لك على تصوري سالات هي شغاله. ايوا يا ماما بغيتي تحطيها لديك كتقديها مزيان. نقدوها ماما نقدوها. انا كنقدها. يلا قدي. ايوا راحت فيها الزبده. زبده بلديه. زبده بلديه كتسكن مع الزبده بلديه. باش كتهرس باش كتهرس لها داك الجهد ياك ماما. اللي بغا لا واش كياكل هكاك. المهم هكا كانوا كيحطوها زمان. لا بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. باقا تزوقها بشي حاجة؟ لا مثلا ما نزوقهاش كنزوقها ولكن دابا لا كنزوقها زوقها. ولو غير لوزات؟ صحاح انا في لوز الداخل وزوج. لا فيها كلشي الداخل حنا بغينا غير غير من يضرب غير باش تبان بان راها فلانيه حيت زوقتها عندنا كنت بحال شي سلو بحال شي سفوف كيقولوا ولا شي باش تبان بان راها فلانيه. هاي شتيها هاي معلكة ما زدتيها لا عسل لا والو غير داك العسل ديالها تحنتي فيه. صافي كفي كفي العسل شابار العسل فاش كانت كتقراها. لا يعطيك الصحة مامتي. تبارك الله. الله يعطيك الصحة. آمين. والصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. يلا شكرا مامتي على المجهود. نهار كله حنا خدامين فيها ياك. صافي صافي. إيوا المهم حنا سالينا.
وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.